بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا نعلم أكثر الناس، الفضل العظيم لقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة 7 مرات بعد صلاة الجمعة مناقب لا تحصى لهذه السنة. روى هذا الحديث رواه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني بسند حسن، وصححه أيضا الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البداية والنهاية. روى الإمام حميد بن زنجوي وابن الدريس وأبو عبيدة: من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين والحمد لله 7 7 حفظ من مجلسه إلى مثله، حفظ من مجلسه إلى مثله، تحفظ من مصائب طوال الأسبوع. وروى الإمام هوازن ابن هوازن الشكشيري في كتابه 40 أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وتعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. زور الصواب العظيم. أن الرسول يعني روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الجمعة، في رواية قبل أن يتكلم، ثم قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين والفاتحة 7 مرات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله، يعني مليارات الحسنات. تصور لما إذا أعطيت، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله إلى يوم القيامة. وصححه الإمام أبو الغزالي في البداية النهاية. وذكر ابن منتصر في كتابه وهو من علماء السلف: ترزق به القبول والهيبة في قلوب الرجال والنساء، يعني إذا كانت فعلت هذه السنة ترزق القبول والهيبة في قلوب الرجال والنساء. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه من فعل هذه السنة ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك، أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. وأنا جربت هذا وعملت هذه السنة وفعلا رزقت وتحسن الرزق، وقال السلف: جربناه فوجدناه صحيح. يعني تقرأ الفاتحة والمعوذتين والإخلاص كل 7 7 كل واحدة 7 مرات برية نفي الفقر وبسط الرزق، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حتى الذنوب لسه ما عملتهاش، ودي أمر من القبة عظيمة أعطاها الله للرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأيضا تعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله، يعني مليارات الحسنات، وترزق الهيبة في قلوب الرجال والنساء والقبول، وترزق من حيث لا تحتسب، يعني يبسط لك الرزق وترزق من حيث لا تحتسب، كما قال عبد الله بن مسعود: أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. فياريت تقيم هذه السنة. لكن الإمام الحجر العسقلاني قال كلمة قبل أن يتكلم، مش معناها أن الإنسان يقدم الكلام دوت على بعض العلماء، قال قبل الأذكار، وبعض العلماء قال لا، يقول الأذكار عادي، يعني يستغفر ويسبح 33 وبعد ما يقرأ، الأمر واسع. لكن هو مقصود أنك تعمل الكلام ده قبل ما تطلع من الجامعة، يعني بعد الصلاة على طول، بعد الأذكار، لأن الأذكار دي مفروغ منها. فياريت نحيي هذه السنة لأنها سنة عظيمة لها مناقب لا تحصى، يعني يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وترزق ويبسط لك الرزق وينفع عنك الفقر، وترزق الهيبة في قلوب الرجال والنساء. فأنا هكتب لكم الكلام ده بالتفصيل في الوصف، انسخوه وانشروه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.